بدك تعمل حالك شهيده ما شهيده على على اساس انه شو يعني انه انا الوحش انه انا الوحش ودي قاعده معي هيك يعني ما بس ما مال حالك مال حالك ولك انا غلطان اخذت وحده تاخره اخذت وحده بابا يا شخصين امورك يا انا يا هني وكل واحد منا بيروح بطريقه لانه انا حياتي معك ما عاد تنطق حياتي بتعور اذا عاد عم تعمل ولا لا لك انا بس بدي افهم شغله واحده لك انا بدي افهم شغله واحده انا شو ساوي انت بدك لك انا بلا ما ينكسر قلبي مثل المره المره الماضيه خزامه وحده قليله تدعي وحده حاجه حمره بلا طعمه نفس الاسطوانه كل مره نفس الاسطوانه انا بدي عمري انا بدي اعيش فيه يخرب بيتك خذ خلال وسمعت عليه مشان الله ببوس ايدك موتتني لك هلكتني شو لمين بدك تدقي؟ لخزامة قلقانة عليها كتير أنا متأكدة إنه لا عندها حفلة ولا شيء أساسا نفسيتها بالأرض بأي حفلة هي اللي بدها تحضرها؟ أنا برأيي لا تدقي لها ولا تحرجيها أختك حالتها مو مرتاحة بنوم جوزها في براسة وشي يعني مو متحملة القصة بكرة 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 بتحكي معها لا 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 بكرة بيطلع لعندها طيب وإذا جوزها سكر باب بوشك شو بتساوي؟ يعني ما بعرف أنتو هالعيلة بتحطوا حالكم بمواقف بايخة اليوم وأنا عم بحكي معها فجأة سمعته كان عم بيصرخ عليها وكأنه كان عم بيسبها وقالت لي رح علملك على الموبايل ولهلا ما دقت لي عاصم ايوه بتقومي حضرتك بتزيد الطينة بلي فكرك انا بكون كتير مبسوط وقتها بضربك او بهينك او بعدين انت غلطان انا ما ضربتك انا يعني طبشت كاسة او صحن انت معصب شوي يعني انا بحبك وبعد زمان بس انه قالك عم يحشرق انفهم بكل كبيره وصغيره بيناتنا والله بجن مو انت كنت تقولي عني مجنون انت كنت تحبي جنابي انا ما قصدت انا بحبك انا اسف خزامة بتعرفي شو انا رح اقوم اعمل عشاء وراح اجيب جريات بس انتي روقي يعني روقي روقك رأيتي شو صرنا 3 سنين على هالحالة كل يوم يومين بتخانق وبتعصب وبتصب يا بتضرب يا بتكسر شي بخلقتي بتكسر لي انفي ايدي رجلي يا بتقلعني من البيت حسب شو بتلعب مخك حسب مزاجك بعدين بترجع لعندي مشان المهم هلا لامتى بدنا نضل على هالحالة لامتى اوه علينا خزامة رجعنا للتراجيديا يعني بكل الاحوال الحل بايدك خلي أهلك يطلعوا من حياتنا بتنتهي القصة كلها شو عم يتدخلوا أهلي بحياتنا دخلك؟ أخواتك كل يوم بدي بيحكوا معك ساعة وساعتين بطقوا حالك على التليفون إذا كل واحدة حكت معي أبو 5 دقايق كل يومين وين المشكلة؟ بعدين هن اللي عم يتصلوا مو أنا شو هالهم العظيم يعني؟ هم عظيم وكبير كتير كمان مناطق سعد كل واحدة عليها منطقة بهد جبال كله وصلين عن أبوكي كمان إخواتي عم يحكوا بين بعض ليش تتنصت مو عيب عليه؟ خلص ما بدنا نحكي بموضوع مشان ما بدي اعصب خلص لك انا بس بدي افهم شغله واحده بعدين اعمل اللي بدك يا ماشي انت كيف بتقبل على حالك تسمعي ناس عم تهين زوجك وانت ما بتردي عليها ما بدي افهم رجعنا من الاول لك بدنا نرجع من الاول هي بدنا نرجع من الاول نرجع من الاول ما دامك انت ما مسعى عند اهلك بدنا نرجع من الاول لا وكلكم وابوكي لحاله هذا لحاله بنحكي عنه مجلدات يلا طلع
افتح الارشيف. لا هيك احسن، حكينا معه وبرجع بحكي معه مره تانية. الا ما هي قال ويتغير شو بدك تعملي بابا؟ بدك تطولي بالك شوي. اذا ما تغير بابا انا اللي جوزتك اياه، مو انت اللي اجيتي سحبتي لي اياه؟ ليه سكتي؟ ردي ولا كلكم فيكم هالعاده متى ما الواحد حكى معكم بتضلوا ساكتين وما بتردوا. بح صوتي وانا اقول لك، لك بابا ما بدك يا حطيني مو من هالعجينه. عملتيني فيلم عربي، عملتيني فيلم عربي جننتيني، وبعدين بالاخير على اساس اقتنعتي وانبسطنا وكيفنا وفرحنا وعملنا لك حفله سوا، وبعدين بعدين بتجي. كان عمري 17 سنه، يعني لازم اتحمل طول عمري؟ هلا صرتي صغيره بابا. بابا الصغيرة ما بتطلع وتفوت مع واحد شاب بدون علم أهلها، ولا بتروح بتساوي الشي اللي براسها وبعدين بتروح لعند الناس بتقول له تعوا ساعدوني. ما أنا قررت أنت هلأ شو رح تستفيدي إذا ضليتي عم تبكي؟ والله ما عندي اوبشن تاني، ممكن تتركيني بقى. اوبشن؟ تعي لهون، تعي قعدي قعدي وروقي. يعني اذا بتبكي للصبح شو رح تستفيدي؟ قعدي مع بابا احكي له شو عم يصير معك، انا متاكده انه رح يقدر وضعك. حكيت حكيت، بتعرفي شو قال لي؟ انصدم لطلبي واعتبر انه هذا الطلب وضيع. تصوري هيك قال لك؟ يعني هيك شيء. طبعا هذا اذا طلقني، اذا الاستاذ جد العظيم طلقني، لانه انا ما حدا بيتحملني، ما حدا بيتحملني، فرح اجي لهون خدامي، ممنوع اشتغل، ممنوع ممنوع ممنوع. روقي روقي روقي، طولي بالك، اكيد هو عم يحكي معك هيك منشان ما ينخرب بيتك. ايوه على اساس بيتي ما انه مخرب. ضحكتيني. بابا مع مين عم تحكوا؟ صلي ساعة عم تصل معكم. ما عم نحكي مع حدا، ليك التليفون مدري مين رافع السماعة، مدري مين خاطبه. هلا انا كم مره قلت لكم ما تحطوا التليفون هون؟ لك هذا بقوله محل برا. هلا بافعالكم هي انتم بدكم تصيروا ورا العالم لسه. بابا خزامة شو حكينا نحن مع اسد بترجع على بيتك اليوم؟ بديعة قالت لي اتغدى عندكم قبل ما امشي. خزامة حبيبتي يمكن انت تكوني مزوجة مني، بس أنا متأكد لما تكبري رح تتشكرني. وزي ما أنا بعرف مصلحتك أكثر مني، سبني. والله ما لك عارفان شيء. Base commander? Equipment? I tried. You know the army, you mean this? I'm upset. You need a chainsaw to cut through the red tape. But you're up. لا تحكي لا تحكي ولا 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 كلمة. أنا أصلا بعرف أنه أنت مو طايقة لا ترجعي لهون ولا تعدي هون، وبدك فترة كتير طويلة لحتى تروي. أنا قصدا ما أقعد ولا حتى أقول لك كلمتين صغار. خزامة أنا آسف، أنا آسف، وأنا ما كان قصدي، أنا ما بدي أخسرك خزامة، أنا ما بدي أخسرك، أنا ما بدي أخسرك. أنا بعرف إنه كل شيء عملته غلط، ما بصير أضربك وما بصير أرفع صوتي عليكي ولا أحكي معك حكي برا الطريق، بس يعني خزامة أنت أكثر وحدة بالدنيا بتفهمني وبتعرفني وبتعرف إنه أنا مو قصدي ولا قصدي أعمل أي شيء. بس عصب انتي بتعرفيني انا بصير مجنون وبعمل شغلات ما بقدر افهم شوي. ماشي خلاص اوكي، ليكي انا هلا بدي اروح.
اقعد عند رفقاتي 3 و4 ايام وراح اتركك لحالك هون لبين ما تهدي وتتحسن احوالك وامورك. انا برجع وبنقعد نحكي ونتفاهم مع بعض ونحلو. ماشي خزامة، انا بحبك. ما لك صدق فيني؟